من خلال استضافتنا للأستاذة ندى بنت محمد الكيومية مديرة دائرة القبول للمرحلة الجامعية بمركز القبول الموحد. أهلا وسهلا بك الأستاذة ندى. أهلا وسهلا أخي عبد الله وأهلا بالمستمعين الكرام. يا مرحبا وسهلا فيك، سعيدين بالتواصل معك وسعيدين كذلك بتفاعلكم للإجابة على تساؤلات أبنائكم الطلبة والطالبات. ونتحدث مباشرة يعني الأستاذة ندى عن أهم الأرقام والإحصائيات في الفرز الأول. مثل ما ذكرت أخي، أعلن مركز القبول الموحد عن نتائج الفرز الأول للعام الأكاديمي 22-23 يوم الأربعاء المنصرم. تم التواصل مع 26,170 طالب وطالبة بمقاعد دراسية، 16,345 منهم استكملوا إجراءات التسجيل في المؤسسات المقبولين بها، وما زلنا بانتظار يعني العدد الباقي لاستكمال إجراءات التسجيل، وآخر موعد يوم الأربعاء القادم بإذن الله. 16,000 هذا من أصل 26,000. من أصل 26 عدد الذين اعتمدوا المقاعد وتواصلوا مع المؤسسات 24,000، ولكن من استكمل كافة الإجراءات المطلوبة 16,000 حتى ظهيرة هذا اليوم. عادة إيش اللي أخر الطلبة من استكمال إجراءاتهم؟ لا، هي استكمال الإجراءات يتطلب بعض الوقت، بعض المؤسسات تطلب مستندات أكثر من الطلبة، بعض المؤسسات تطلب من الطالب تحديد التخصص الدقيق. فآخر موعد لإتمام كافة الإجراءات الأربعاء القادم. نعم، هل هناك في فرق ما بين الإجراءات عندما تكون البعثة داخلية أو تكون فرصة الالتحاق لمؤسسة تعليم حكومية داخلية وما بين بعثة خارجية؟ نفس الإجراءات. كل طالب يحصل على عرض لمقعد دراسي من خلال نظام القبول الموحد عليه يقوم بخطوتين، الخطوة الأولى أن يقبل العرض من خلال النظام الإلكتروني، والخطوة الثانية أن يتواصل مع المؤسسة المقبول بها وإتمام عملية التسجيل. نفس الشيء ينطبق على المقبولين في البعثات الخارجية. نعم، كم عدد البعثات الخارجية أستاذة ندى؟ هذا العام 550 مقعد دراسي. 550 مقعد دراسي، هذه كلها بعثات خارجية موزعة على عدد من الدول. أغلب البعثات الخارجية للطالب حرية اختيار الدولة والجامعة. نعم. طيب الآن نحن نقول إن هذا الفرز الأول، ماذا نعني بالفرز الأول؟ الأساس نظام القبول الموحد مصمم على إعطاء الطلبة من فرز واحد الرغبات التي تقدموا إليها بحسب المقاعد المحددة والمتوفرة. لا يخفى عليكم بأن عدد المتقدمين لنظام القبول الموحد يفوق أعداد المقاعد المطروحة بمؤسسات التعليم العالي والبعثات، سواء في مؤسسات تعليم عالي خاصة أو حتى لخارج السلطنة. بالتالي في الفرز الأول النظام وزع 95% من المقاعد الدراسية المطروحة. المقاعد التي شغرت من بعد هذا الفرز أو التي ستشغر بسبب رفض بعض الطلبة لها سوف يتم عرضها للطلبة من قوائم الانتظار للفرز الثاني. نعم، يعني هل ترتيب الاختيارات أحيانا بالنسبة للطلبة يؤثر على قبولهم؟ فعلا لاحظنا خلال هذا اليومين بأن عدد من الطلبة أصحاب معدلات دراسية مرتفعة جدا، ولكن حصروا أنفسهم بخيارات بسيطة، خيارات عالية التنافس بتخصصات معينة على سبيل المثال الصحة أو التربية، ولم يحصلوا على مقعد دراسي. لمثل هؤلاء الطلبة نصحناهم بأن يتقدموا لخدمة إلكترونية تسمى خدمة إساءة ترتيب الاختيار، وسيتم فتحها بإذن الله بتاريخ 29 من هذا الشهر. هذا قصدك الفرز الثاني أو التسجيل للفرز الثاني؟ تسبق الفرز الثاني. خدمة إساءة ترتيب الاختيار من خلالها يتم عرض جميع المقاعد الشاغرة، ولكن أيضا بشرط أن يكون معدل الطالب التنافسي أعلى من آخر طالب تم قبوله. نعم، في كل برنامج من البرامج الشاغرة. نعم، هذا سؤال من أحد متابعينا يقول طالب من ذوي الدخل المحدود لم يحصل على مقعد، عند مراجعة خياراته وجد أنه لم يختار الدخل المحدود، ماذا عليه أن يفعل؟ يعني ربما عند التسجيل ما اختار الخيارات الدقيقة من البداية. أي برنامج يتوفر به مقعد شاغر، على سبيل المثال في هذا السؤال برامج مخصصة لأصحاب الدخل المحدود، إذا كان معدل الطالب التنافسي أعلى من آخر طالب مقبول يمكن لهذا الطالب أن يتقدم عليه من خلال خدمة إساءة الاختيار بتاريخ 29.
نعم. الآن البعض يدخل يعني في حيرة نوعا ما، تكون في فرصة متاحة له من الفرز الأول، ولكن يطمح إلى فرصة مختلفة، فيقول يمكن في الفرز الثاني تتوفر فرص إضافية أو غيرها. يعني هذا التغيير يؤثر على مكان قبوله في الفرز الأول ولا يمكن العودة؟ في البداية يجب توضيح نقطة مهمة. في الفرز الأول تم طرح 95% من المقاعد، فالفرز الثاني المقاعد التي سيتم عرضها على طلبة بسيطة ومحدودة جدا، لذلك أنصح أي طالب حصل على فرصة دراسية في هذا الفرز بأن يغتنم هذه الفرصة ويستكمل إجراءات التسجيل بها. نعم. قبل الفرز الثاني توجد خدمة هي خدمة إساءة ترتيب الاختيار، لو يتوفر أي مقعد شاغر ومعدل الطالب أعلى من آخر طالب مقبول هي بإمكانها التقدم عليه قبل الدخول لمرحلة الفرز الثاني. نعم. فالأساس بأنه يغتنم الفرصة الحالية وبإمكانه التنافس في خدمة إساءة ترتيب اختيار. نعم. فرضا حصل على مقعد آخر في الخدمة من خلال الخدمة، ينسحب من العرض الأول ويستكمل إجراءات تسجيله في العرض الثاني. نعم. هذا سؤال أتوقع إجابته واضحة، لكن يعني هل يمكن تثبيت المقعد في الفرز الأول ثم التسجيل في الفرز الثاني؟ الأساس أنه يثبت مقعده في الفرز الأول وبعدين أتيحت فرص إضافية في الفرز الثاني. يعني لا خدمة إساءة اختيار ممكن أنه طالما ثبت مقعده في الفرز الأول ويرغب أن يتنافس على المقاعد الشاغرة بإمكانه من خلال خدمة إساءة اختيار، ولكن كل طالب يثبت مقعده بعد خدمة إساءة ترتيب اختيار لا يدخل في منافسة الفرز الثاني. الفرز الثاني للطلبة من الذين لم يحصلوا على أي فرصة دراسية. هي هذه الخدمة خدمة إساءة الاختيار لأي الحالات تستخدم؟ في أي الحالات تستخدم؟ في حالات على سبيل المثال ذكرت بأن طلبة أصحاب درجات مرتفعة حصروا أنفسهم بعدد من البرامج عالية التنافس ولم يحصلوا على أي عرض في هذا الفرز. أو طلبة اختاروا بعض البرامج الدراسية وبعد يعني مناقشة أولياء الأمور شافوا أن هذه الفرصة بعيدة جدا عن مقر السكن أو غيرها ويطمحوا أنه يحصلوا على فرصة أخرى قريبة. فأيضا ممكن يتقدموا إلى خدمة إساءة ترتيب الاختيار. ولكن الطالب الذي لم يقبل لأنه معدل التنافس أقل من آخر طالب مقبول هذا لا يستطيع أن يتقدم لخدمة إساءة ترتيب اختيار وبسبب معدله التنافسي أصلاً. نعم. هل يمكن تغيير الاختيار بالنسبة لمنطقة الكلية؟ يعني إذا اختار المتقدم كلية ما في ولاية معينة وأراد التحويل لنفس الكلية ولكن في منطقة ولاية أخرى، طلبات الانتقال بإمكان تقديمها ولكن للمؤسسة التي قبل بها الطالب. يعني طلبات الانتقال تقدم ما بعد القبول في نظام القبول الموحد. نعم. ويرجع لمعايير وضوابط تقديم الطلب بالمؤسسات. نعم. يعني أستاذة ندى، هل يعني صادفتم حتى في السنوات الماضية هناك بعض المقاعد التي لا يتقدم عليها أحد مثلا؟ على سبيل المثال مقاعد من ضمن المقاعد التي شغلت هذا العام في الكليات المهنية، خاصة الكلية المهنية بالصلالة شغلت لأن عدد المتقدمين أقل من أعداد المقاعد المحددة. وبالتالي هذا وارد أنه تشغل بعض المقاعد لقلة عدد المتقدمين بها بسبب البعد الجغرافي أو لقلة عدد المستوفين لشروط التقدم إليها. لا يخفى أنه كثير من التخصصات في الكليات المهنية، تخصصات الهندسة، ما زالت شاغرة خاصة للطلب الذكور بسبب أنه أكثر عدد الطلبة الدارسين لدبلوم التعليم العام أصلا دارسين لمواد إنسانية وليست علمية. نعم. فهذا وارد الحدوث. عادة كيف تتعاملوا معها؟ يعني قبل إعلان نتيجة أي فرز نناقش المؤسسات إمكانية تحريك بعض من المقاعد الشاغرة لبرامج أخرى يتوفر بها أعداد كبيرة من الطلبة في الانتظار، أو تحريك المقاعد التي تشغل من الذكور مثلا على سبيل المثال إلى الإناث في ذات التخصص، أو أنه تقرر المؤسسة إعادة طرحها للفرز الثاني. نعم. ذكرت أنه في 5% من المقاعد الدراسية لا تطرح في الفرز الأول. يتوفر بها مقاعد شاغرة. نعم. عادة يعني هل هناك في مقاعد أو فرص تصلكم متأخرة، خاصة إذا كانت مرتبطة؟ نعرف يعني أحيانا بعض الدول أو بعض المؤسسات تقدم يعني مقاعد في جامعات أو غيره.
صحيح. جميع المقاعد الدراسية التي وصلت قبل الفرز الأول تم الإعلان عنها وطرحها للطالب ويعني تقدموا عليها وتنافسوا عليها. نعم. ولكن الـ 4.6% الشاغرة هذه المقاعد في برامج على سبيل المثال في الكليات المهنية التخصصات الهندسية للذكور ما زالت في شاغرة، لأن أعداد المتقدمين أقل من أعداد المقاعد المطروحة. نعم. المتقدمين المستوفين للشاب. نعم. يعني معروفة أين هي هذه المقاعد الشاغرة وأسباب شغرها. نعم. الآن نحن تحدثنا تقريبا هناك 550 بعثة خارجية. فعلا. نعم. كم عدد المقاعد المتاحة في مؤسسات التعليم الخاصة في السلطنة؟ يعني كبعثات داخلية. عدد البعثات الداخلية تجاوزت 9000 بعثة. 9000 بعثة. أما المقاعد في مؤسسات التعليم العالي الحكومية تجاوزت 15000 بعثة. والبعثات الخارجية زائد المنح المقدمة من بعض الدول الشقيقة حدود 612 مقعد. نعم. هذا إيش الفرق بينها وبين البعثات الخارجية؟ البعثة هي بعثة ممولة من وزارة التعليم العالي، أما المنحة هي مقدمة من إحدى الدول. نعم. تم الإعلان عن منح مقدمة من دولة الكويت وأيضا منح مقدمة من جمهورية مصر. فالإجمالي 612. نعم. هذه الأرقام تم التصريح عنها يوم الأربعاء المنصرم مع ظهور نتائج الفرز الأول. نعم. هل لاحظتم يعني سابقا تراتبية اختيار الفرص كان للجامعة وبعدها للكليات الحكومية وبعدها يمكن للبعثات الداخلية، هل لاحظتم في تغير نوعا ما في إقبال بعض الطلبة على اختيار مؤسسات تعليم خاصة؟ يعني وإن أتيحت لهم الفرصة في مؤسسات تعليم حكومية، يعني حتى نعرف مدى تطور كذلك مؤسساتنا التعليمية الخاصة. هو يعني لاحظنا هذا العام استحدثت وزارة التعليم العالي بعثات مرنة تتيح للطالب حرية اختيار المؤسسة التعليمية. نعم. وفعلا لاحظنا أن الطلبة الذين قبلوا في هذا النوع من البعثات كثيرا منهم اختاروا على سبيل المثال الجامعة الألمانية، أيضا الجامعة الوطنية، وهذا يدل على يعني رغبة الطلاب للتقدم لهذه الجامعات بعينها. نعم. أتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق. ولكن كملاحظة أخيرة بسبب يمكن كم الأسئلة الكبير، عادة كيف يعني تتعاملوا مع أسئلة الطلبة وأولياء الأمور واستفساراتهم حول كثير مثلا من الجوانب؟ ما هي النوافذ التي تفتحوها للإجابة على هذه التساؤلات؟ وزارة التعليم العالي ترحب بجميع المستفسرين والمراجعين، وأيضا مخصص في هذه الفترة طاقم كامل لاستقبال المراجعين والرد على استفساراتهم. أيضا نستقبل مكالمات المستفسرين على رقم وزارة التعليم العالي، وأيضا هناك دائرة كاملة مستعدة للرد على هذه الاستفسارات، وأيضا بإمكانهم التواصل مع المركز مباشرة من خلال حساباته في شبكات التواصل الاجتماعي. يعطيكم العافية الأستاذة ندى بنت محمد الكيومية مديرة دائرة القبول للمرحلة الجامعية بمركز القبول الموحد، شكرا جزيلا لك. أهلا وسهلا. يعطيك العافية. إذن